السلام عليكم شباب، معكم مكو. عندنا حلقة ثانية من اخبار VGS. هاي الحلقة اذكر فيها اهم اخبار العاب اللي تطلع معانا مثل ما عودتكم ان كل شيء اتكلم عنه يكون رابط ماله في الوصفة. لا تنسون تشوفون كل الروابط اللي حابين تعرفون اكثر عن الاخبار. اول شيء بتكلم عنه اليوم ان شركة تراير ضعفت قوة بعض الاسلحة في لعبة بلاك اوبس 3، وفي نفس الوقت بعد قوت قوة بعض الاسلحة. طبعا من الاسلحة اللي ضعفوها الشركة اللي هي جورجون، وايد ناس كانوا يشتكون منه فضعفوه، اللي هو لايت ماشين جن، وبعد في ام بي وهيميكر وغيرها من الاسلحة. انا زعلان لان في ام بي كان السلاح المفضل لي وضعفوه، مع انه ما اشوف انه في سبب يخليهم يضعفونه، بس علمهم هاي اللي صار. فاذا حابين تشوفون القائمة الكاملة مع الاسلحة اللي ضعفوها وقووها، الرابط موجود في الوصف. ويعني التضعيف مع الاسلحة يكون او انه قللوا المخزن مع السلاح، او انه مثلا المدى قللوا، او ان السلاح نفسه قوته صارت اقل. طبعا عرفنا لعبة فول اوت 4 اول ما نزلت والكل قاعد يتكلم عنها، كل ما تروحون اي مكان في الانترنت تشوفون لازم شيء واحد على الاقل عن فول اوت 4. طبعا اللعبة شحنت في اول يوم بس 12 مليون نسخة، ومبيعاتها تقدر ب 750 مليون دولار. فتخيلوا اللعبة دي ايش قاعد تسوي في العالم، كل ما تبطل شيء او تشوف شيء لازم تشوف اسم فول اوت 4. لعبة رايز اوف ذا توم ريدر تنضم حق قائمة العاب اللي منعت في السعودية. طبعا انا لحد الحين ما اعرف شنو سبب المنع، وهاي الشيء تأكد رسميا من حساب اكس بوكس اللي خاص في السعودية، وفي شخص يعني سألهم ان هل اللعبة منعت في السعودية، وجاوبوا قالوا نعم ان اللعبة خلاص المنعت. انا ما اعرف شنو السبب لحد الحين، اذا حد منكم يعرف سبب المنع يكتب في الكومنتس. وبعد قول لنا ترى من الناس اللي يقدروا يلعبون اللعبة، ان لعبة رايز اوف ذا توم ريدر تحتاج تقريبا 40 ساعة عشان تقدر تخلص طور القصة في اللعبة. شركة نينتندو اعلنت عن موعد اصدار لعبة بوكن تورنمنت في حق جهاز الويو، بيكون في ربيع 2016، يعني ما اعطتنا موعد اصدار محدد. هاي اللعبة نزلت على اجهزة الاركيد في اليابان، وبتنزل بعد على الويو مثل ما قلت في ربيع سنة 2016. هي لعبة صايرة فايتنج بس على بوكيمونات، اللعبة طريقتها حلوة، حق اللي يحبون يلعبون بوكيمون اكيد 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 بيستانسون عليها. طبعا استوديو بثيسدا سوفت ووركس ما اعلنوا عن موعد اصدار لعبتهم القادمة دوم، لكن موقع جيم ستوب حطوا في الموقع مالهم انه حق الناس اللي بيطلبون اللعبه ان هاي اللعبه راح تصدر في 31 مايو 2016. فيعني نقدر نقول انه تسرب موعد اصدار اللعبه. هاي كانت الحلقه حق اليوم، اتمنى عجبتكم الحلقه والاخبار. مثل ما قلت ان كل شيء تكلمت عنه الرابط ماله في الوصف. فهاي كان كل شيء، كان معكم ماكو. تابعونا على الانستغرام وفيسبوك وتويتر، تابعونا اليوم بعد ان شاء الله على البث المباشر، راح نقول كل شيء على تويتر، فتابعونا هناك عشان تعرفون متى راح نبدي. فهاي كان كل شيء، كان معكم ماكو، مع السلامه.